دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفلات وينسى الكل، شنحويلكم أخباركم؟ إن شاء الله يا ربي الفيل الزين يرفق خطويتكم، تصوموا بالصحة في شهر الخير. أول أخبارنا للحمل، مولود اليوم كل عام وانت حي بخير، واستنى الهدية في نهار عيد ميلادك. الثور، خذ كلام كبيرك راك تربح وتمشي ناس وتجي ناس وتبقى محبة الوالدين تاج الراس. والجوزي، فما نجاح فرحة سعادة بالرغم من صعوبات الماضي، إلا أنه الفترة هذه راهي خير على كل مواليد الأبراج الهوائية. وناس بكري قالوا يا سرطان طول العشرة، تعرفك الذهب من القشرة، النفس نفسك وانت طبيبها وعز نفسك تصيبها. إيه الأسد، تحقق أرباح مالية، عندك الفلوس، السفر والأحداث والتجارب الاستثمارية ثنائية، راهي تنجح اتصالاتك وتتألق مهنيا. ونصيحة دقيقة حظ، البرج العذراء اللي يعرف عزو، كلام الناس ما يهزوا لسانك سوانك، إذا صنتوا صانك وإذا خنتوا خانك. ومن أفضل أيامات الأسبوع بالنسبة للميزان هو اليوم، عندك الهدية، فما انفراج، راحة، سعادة كبيرة، وعندك الطاقة والفيل الزين. إلى عقرب، راك تتحرر من قيود كانت مفروضة عليك مهنيا، وانت سيطر على كافة المصاعب. القوس، تتسهل أعمال وتسمع أخبار حلوة تخص وضعيتك العاطفية. إيه الجدي، راك تفرض رأي وينتنجح زي اتصالاتك، تتطور الأحداث وتحقق الأمنيات والفرص زي بين يديك لتحسين وضعيتك العاطفية. وكان على برج الدلو خطوات إيجابية، والأيامات الجاية نحبك تحضر روحك، راهو عندك الفرحة، عندك السعادة، وعندك الحظ الكبير. ونختمو مع الحوت، بالرغم أنه فما برشا صعوبات، راك باش تحقق نجاحات، باش تحقق أرباح مالية، تعيش انتصار على مشاكلك القديمة وتحقق مكاسب. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.